شلا راكم كامل بخير اليوم جيتكم فيديو جديد اللي طلبتوه مني بزاف هاد لي ديرنيي طون و جي ماتوندي با يعني يطلبوه مني لهاد الدرجه مي كوم شفتو تري تري دوموندي قلت هاد لو سوجي لازم يعني نطرق ليه الوغ لو سوجي تاع اليوم اللي هو الجهاز اللي ديتو معايا بحكم اني في فرنسا يعني متغربه ولا الموضوع بصفه عامه اللي هو جهاز العروسه المتغربه دونك نعطيكم اولا تجربتي الشخصيه واش درت واش ما درتش ومن بعد نعطيكم نصائح لي بالك يفيدوكم لي انا لو كان كنت عارفه هكذا ما نديرهمش الوغ الحاجه الاولى كاين كيلكو فامي كيما في لي فامي تاعنا حنا طفله غير تبدا تلحق ان سيغتان اج يعني سن معين يبداو يديروا لها تخوسو كيما نقولوا حنايا دونك حنا ابارتير دو 18 ans 19 ans يعني تبدا الام تبدا توجد لبنتها شي حاجات ولا الطفله كانت كملت قرايتها وخدمت ثاني تبدا تشري كيما يقولوا حنا تخطف شي حاجات باش نهار يلحق فريمون مكتوبها ما تقعدش زعما مخلطه مع التصديره مع التوجد مع هذيك المهم حنا هكذا نديرو في لافامي تاعنا دونك كي كان عندي برسك 18 ans 19 ans هكذاك بدات ماما كيما يقولوا تشري لي حاجات ونعرفوا الحاجات الاولين نبداو نجلوهم لي بيجاما تاع الصيف ومن بعد لي بيجاما تاع الشتاء ومن بعد لي سيرفييت انسي دو سويت ومن بعد خدمت انايا وليت تاني نشري حاجات ونخبيهم وكم ما كنت يعني لا مخطوبه لا والو وما على باليش كما يقولوا مكتوبي وين راه دونك وجدت لي كوفرو لي دغا كلش يعني كاع واش تدي معاها العروس الجزائريه اللي تكون زعما في الجزائر دونك جافي اون تون كانوا عندي لي ساكس بابا تحاشاكم كلش يعني كاع واش تدي معاها العروسه قلت هكذا زعما كما قالت ماما كي من بعد زعما يبان مكتوبك هكا نبقاو زعما غير نلتاو مع التصديره وهذيك الحوايج تاع لا ديغنيغ مينوت فوالا ومن بعد جا مكتوبي لهنا لفرنسا وانا كي كنت نجهز كنت بلوتو ندير في التخوسو ديالي شحال من حاجه شريتها منا في فرنسا وحبطتها معايا للجزائر دونك كنت على بالي هكذا ما نشري ما نحبط ولا نشري وما نحبطش نخليهم هنايا دونك كوم كنت شريت تاعي كيما يقولوا كو دي بيل شوز يعني ما شريتش بزاف اون توني طون دو شوز مي كيما يقولوا من كل حاجه شريت حاجات يعني كيما يقولوا بالطبع دونك تمديهم شحال تمدي حاجه زوج ثلاثه ما تقدريش تمدي كلش كوميم ميم تكون انسان عزيز عليك ما تقدريش تمدي لها كلش تمدي لها زوج ثلاثه اربعه خمسه مي ماشي كلش سي نورمال دونك واش درت انايا كيفاش طلعت معايا تخوسويا الوغ كنت كان عندي زوج تاع خالتي كان يطلع ويحبط بزاف كان كل ما يجي نبعد معاه كابا نبعد معاه كابا هذه يعني مور ما تخطبت وبان الراجل ايتو وكانوا بارفو يقعدوا يا عند خالتي كانوا جينيرالمون يقعدوا عندها حتى وين زعما طلعت باش وليت رحت ريكيبيريتي من عندها وتاني كي جا زوج تاعي باش درنا لو دوموند فيزا تاعي يعني كي وجدوا كاع لي بابي طلع هو معاه فاليزا ولوستي تاني عطيت لها فاليزا وعمت واحدة اخرى عطيت لها كعبة طلعوها لي يعني كنت مطلع بالعقل مي هكذاك وقعدوا لي بزاف حاجات الوغ ساشون كو كاين بعض الاشخاص تقدروا تصيبوا معرفه في لايغوبور اللي عنده معرفه يجوزوا لكم كابا زوج ثلاثه ولا باغ اكزومبل ينقص لكم في الميزان ما تخلصوش كلش ساشون كو في لايغوبور نورمالمون عندكم 30 كيلو اللي يروحوا في الطياره وعندكم 10 اللي يروحوا باجاجاما دونك انا ميم اللي كانوا قعدوا لي في الدار فايتين بالك فاتوا لي 60 ولا 70 80 كيلو في الدار لي كوفغولي لي دغا هما اللي يوزنوا بزاف فوالا دونك heureusement كانت عندي معرفه في لايغوبور جوزوا لي كلش وما خلصت والو ولا سنتيم ما خلصتو كتر خيرهم مي كي لحقت لهنا لفرنسا لايغوبور كوم طلعت وحدي باسكو الزوج تاعي كان طلع من بعد انا طلعت موراه كي طلعت موراه بيقول طلعت وحدي جي ريكوبيري الباجاج تاعي فوالا وين نسناو الباجاج مي كي لحقنا الجمارك يعني وين قبل ما تخرجي لابورت باش تخرجي كامل حبسوني ام تي كونترول قالوا لي زعما اسكو فو فواياجي تو سول يعني اسكو سافرتي وحدك قلت لهم وي قالوا لي با نو سي با نورمال تسافري وحدك وعندك هذا الباجاج نو وانا واش كنت خايفه يقولوا لي اعطيني لو روسو دو بايمون يعني تقدري تجوزي ابخي الميزان في لايغوبور تاع الجزائر تجوزي شحال تحبي مي لازم تخلصي ان كيلو جو بونس ان كيلو 8 اورو ولا 5 اورو
وكي تخلصوا لي الميزانيه هذاك ديالكم يعطوكم ان روسو دو بايمون، يعني ورقه لي باللي خلصتو. انا واش خفت؟ خفت كي حبسني هذاك السيد في الايروبور، خفت يقول لي عطيني لو روسو دو بايمون. اوروزمون ما سقسانيش، لتيتو بالهضره. ومن بعد قال لي نو كومون سا سفيتو، قلت له با فوالا، زعما انا عروسه جديده وحنا هكا في لي تراديسيون تاعنا نجيبو معانا لي تروك. قعد شدني ان بون مومون، واحد بالك 4 ساعه ولا، ومن بعد قال لي سي بون يعني تقدري تروحي. دونك كان قادر يقول لي عطيني الغوسو دو بايمون، نقول له ما عنديش ونبدا في المشاكل في المشاكل. المهم هذا فيما يخص التجربه الشخصيه ديالي. فيما يخص نتوما واش ننصحكم الا راهم جايين لهنا لفرنسا، ولا غربه يعني اون جينيرال ماشي شرط فرنسا، نقول لكم جيبوا كيما يقولوا لو ستريكت مينيموم، يعني جيبوا غير شويه كيما لي درا لي كوفرولي لي اوسكويت، هادوك غير ما كان له تجيبو. كاين الخير هنايا، كاين بريمارك، كاين لي مارشي اللي راكو في الجزائر كاين، ولي بري سون تري تري ريزونابل. باغ اكزومبل بريمارك عندكم لو اوس لو درا اوس، وعندكم الاوسكويت افيك لي دو كوسان بالغلافات تاع لي تيدوريي، دير بالك 10 يورو، و سي سي بون كاليتي يعني فول دير. دونك فيما يخص لي درا لي كوفرولي هادوك تاخذوا رايي غير ما تجيبوش، باسكو تصيبو هنايا كلش. فيما يخص الملابس ديالك انت يا سيدتي، واش ننصحك انا؟ يعني نعطيك نصيحه ومن بعد انت تشوفي واش يخرج عليك. انا نقولك تاخدي رايي، ماكسيموم جيبي معك 4 ولا 5 بيجامات تاع الصيف، 4 ولا 5 بيجامات تاع الشتاء كيما يقولوا، باش تبداي لو طون اللي تولي تخرجي مع الزوج تاعك وتشري. وهذوك الدراهم اللي كي طمتهم عندك في الدزاير بالدينار وتروحي تدخل تشري بهم تخوسو تاعك، خليهم ديري لي شونج، يعني تبدلي العمله وتجيبيها هنا وتقضي على روحك. في الملابس حنا انا كي كنت هكا زعما عم بالي حنزوج في الجزائر، تشري ان كوستيم ان انصامبل دو انصامبل ولا 3 ولا 4 لي شوسيغ ا طالون، هادوك شريت منهم بزاف وجبتهم كامل معايا هنا. مي مالوغوزمون ندمت لي جبتهم، باسكو هنايا ما كاش كيما يقولوا العراس طول طون ولا الخرجات كيما حنا في الجزائر، 7 تاع فلانه القهوه تاع فلانه، تروحي افيك ان انصامبل ولا ان كوستيم وتلبسي لي طالون ايتو. دونك هنا جو مسوي با دو تو سيرفي، ما استعملتهمش كامل، بالك خطره ولا زوج. دونك ما كاش هنا ديك تاع العروسه الجديده لازم تلبسي هكا لازم تلبسي هكا، هنا في فرنسا ما كاش عروسه جديده ولا ماشي جديده كيما انت كيما الناس. دونك جيبي معاك حوايج نورمال، جيبي معاك 3 ل 4 لي بونطالون، جيبي معاك ان اونسومبل بالك واحد ولا زوج اللي يعرضكش واحد، جيبي معاك لي بلازير فوالا. دونك فيما يخص حوايجك تاع كل يوم تقدر تجيبيهم معاك لي ليكات انسي دو سويت. مي عندي نصيحه وحده ليك اختي المشاهده اللي مجاني على اللغه العربيه الفصحى، الا انت من نوع تاع البنات ولا نسا اللي يلبسوا لي جين، تاخدي رايي غير جيبوه معاك من الجزائر. باسكو انا صراحه شحال عندي هنا 3 سنين وانا عايشه هنا في فرنسا، ما نقدرش نشري هنايا باسكو كامل هادوك اللي مشلحين ولا مقطعين يا من القدام يا في الركبه ياكو على بالكم. دونك كل ما نحبط للجزائر نشري لي جين ديالي. فما يخص بابط حاشاكم لي شوسيغ اتالون، هنا في فرنسا ولا اي بلاد واحده اخرى، بلاد الجري لي بابي، ولا عندك دراري هاك ديتيه اليوم للطبيب هاك ديتيه غدا من داك الفاكسان هاي لك هذيك، هنا غير بلاد الجري ما يسلكك غير لي باسكيت. انا كنت في الجزائر كنت نخدم كنت نلبس لي تالون، كنت يعني جو مي بيرمي نلبسهم طول طون. مي هنا ما نكذبش عليكم، مع التربيه مع العيال تاع الدار والشغل وزيد كيما يقولوا الخدمه في الدار وزيدي برا وتجري بلا بوساتي تو سي امبوسيبل. دونك هذوك لي شوسيغ اتالون تاعي كاع ما لبستهمش، بالك خطره ولا زوج. دو بلوس مور الولاده تاعي جي شانجي دو بوانتور، يعني صباطي كاع اللي جبتهم في تخوسو حتى حاجه ما بقات تجيني. دونك هذه هي النصيحه ديالي ليك، دونك ما تكثريش بزاف بزاف بزاف، جيبي كيما يقولوا 4 5 حاجات 6، باسكو كاين هنا كلش بلاد الخير، سواء بريمارك سواء في لي مارشي سواء في لي ماغازان، كاين خير. ما كيما يقولوا ما نلهفوش نديرو ومن بعد ما نستعملوهمش، ولا بالك تاني بعد ما تولدي كيما يقولوا تسماني شويه تجيبي روحك يولو ما يجوكش. انا هذايا لا فوت ديالي اللي درتها، شريت تخوسو كوكسو سوا لي انصامبل لي كوستيم لي بلازير لي بونطالون كلش، بالك لبستهم ميم با العام الاولاني بعد حتى حاجه ما ولات تجيني، عاود حبطت كاع للجزائر صدقتهم.
بالنسبه للتصديره انت حره. انا كنت على بالي بلي في فرنسا ما كانش بزاف العراس، مي على بالي بلي نحبط لدزاير سوفون، لا كاين عرس باغ اكزومبل تاع لي كوزين ولا تاع الحباب لا فامي، كل ما يكون عرس على بالي نحبط. دونك ماشي في ندامه، تصديرتي كامل لبستها والخياطه كي كانت خيطتهم لي كيما يقولوا خلات لي الوسع للداخل، وكي سمنت شويه ماما داتهم لها عند لا ميم كوتوريير اللي خيطت عندها وعاودت فتحتهم لي كامل ولاو يجوني. ولا فوت اللي درتها انه جبت كاع تصديرتي معايا، قلت بالك الزوج تاعي في لافامي تاعو كاين عراس، بالك الحباب، بالك هذيك، مي ما لبستهمش كاع، لبست غير لا روب كابيل ديالي في السابع تاع وليدي كي ولدت، مي حاجه واحده اخرى كاع ما لبستهاش. دونك ميم با 8 شهور مور زواجي مور ما طلعتهم عاود كاع حبت صدرتي وخليتها في دارنا. دونك هاني هدرت لكم بصفه عامه يعني واش لازم واش ما لازمش، ان شاء الله نكون فدتكم. وقبل ما نحبس قبل ما يعني يخلص الفيديو هنايا، قلت لي توجور تعيشي سيدي رينا في كل فيديو تعطينا ام تي بو على واش راكي ماكيي، باسكو بارفو يعجبنا الفون دو تان، بارفو الماسكارا، بارفو بارفو. الوغ راح نقول لكم الحاجه الاولى اللي راني مستعملتها، راني دايره لا باز دو تان هادي نتاع لا مارك بيوديرما اللي وريتها لكم ديجا. ومن بعد لو فون دو تان راني دايره هذا تاع ايف غوشي زيرو ديفو، نيميرو تاعو سي بيج 100 فوالا. و لونتي سير راني دايره هذا تاع سيفورا، هوب. وشنو تاني لايلينير راني دايره هذا تاع زويفا، هاولي كيفاش يجي. ماسكارا راني دايره هذا تاع ايسانس لاش برينسيس. لو هايلايتر راني دايره هذا تاع جيفانشي، هاوليك ولا هاوليك فوالا. ولو روج على راني دايره هذا تاع يو ار كوزميتيك، هوب. Et en dernier, la palette, les rani maquillée bien les yeux, il y a dit un You Are Eyeshadow, tu as You Are Cosmetics, voilà. Hadi ya. Donc, il a raconté bien où les nourrir comme d'aimer hack d'acolyte, il a raconté bien que les comme اسمها وتتعلم مستحضرات في لابار دانفو قولوا لي. سينو ما بقى لي نقولكم يعطيكم الصحه على المشاهده ديالكم، ان شاء الله الفيديو تاعي يكون فادكم، تهلا فرحتيكم في لي بارون تاعكم سورتو. اون سو روتروف تري بيانتو. سلام.